أفادت مراسلتنا بشن حزب الله هجوما جويا مركبا بالصواريخ وبالمسيرات باتجاه شمال إسرائيل وصولا لمدينة صفد. وأشارت مصادر أيضا إلى أن الهجوم استمر نحو 40 دقيقة، هذا فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق أكثر من 150 صاروخا ومسيرة تجاه شمال إسرائيل. وأفادت مصادر باندلاع حرائق في عدد من المناطق بشمال إسرائيل، في حين أفادت مراسلتنا بشن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة مرجعيون جنوب لبنان. مزيد من المتابعة تنضم إلينا من مرجعيون مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، مرحبا بك معنا. إذن تصعيد لا يزال مستمر وخاصة من جانب حزب الله، قبل قليل كما أشرنا ربما في العنوان الأبرز على صعيد هذه الجبهة هجوم جوي مركب بالصواريخ ربما يشمل أكثر أو دام أكثر من 40 دقيقة، ماذا في المتابعة والتداعيات أيضا ما بعد هذا الهجوم دارين؟ إيمان، بالتزامن مع بدء هذا الهجوم الذي كما تحدثت استمر لنحو 40 دقيقة، كانت صافرات الإنذار تدوي في أكثر من منطقة في شمال إسرائيل وفي عمق الشمال الإسرائيلي، شن الطيران الحربي غارتان، غارة على جبل الريحان في الإقليم وغارة أخرى على أطراف مرجعيون. الغارة الأخرى، نحن نتواجد في هذا المكان حيث كما يبدو واضح هناك حرج كبير سقط فيه الصاروخ الذي أطلقته الغارة، لم ينفجر بالأرض، على الأرجح حسب ما تبين المشاهد الميدانية الأرجح أنه يعني انفجر في الأشجار التي تكسرت وتقطعت وأدى إلى إحداث حريق كبير في هذا الحرج الواقع شمال مدينة مرجعيون، وهو بالطبع متصل مع الحرج الآخر لبلدة دبين. وهنا دعيني أشير إلى أن مرجعيون استهدفت مرة واحدة قبل هذه المرة، عندما استهدف الطيران الحربي مبنى كان يتواجد فيه مجموعة تابعة لحركة أمل، اليوم هو الاستهداف الثاني. ليس هناك ما يدل على أن حركة ما كانت تجري في هذه المنطقة، ليس هناك من أثار لمنصة إطلاق صواريخ أو أثار إلى أن عملا ما كان يدبر هنا، على الأقل هذا ما تبين لنا خلال جولة في مكان هذه الغارة. طبعا أعمال الإطفاء مستمرة، لأن يعني من الواضح أن في حال كان الهدف الإسرائيلي إحداث الحريق فإن الأرضية جاهزة لاندلاع الحرائق، كما كنا نشاهد منذ أكثر من أسبوع، يعني الحرائق بالحرائق وهي واحدة من المعادلات التي أرستها هذه الحرب في الفترة الأخيرة. بالعودة إلى الهجوم، هو الهجوم قد يكون الأكبر إذا ما قرن أيضا مع هجوم الأمس، هجوم مركب بالمسيرات وربما أكثر من 100 صاروخ استهدف مناطق عدة في شمال إسرائيل. وصلت هذه الصواريخ إلى صفد ومحيط صفد حسب ما بينت لنا الخرائط التي كانت أو كنا نستند إليها للبحث عن صافرات الإنذار وأماكن يعني التموضعات الجغرافية التي تدوي فيها صافرات الإنذار، بالإضافة طبعا إلى استهداف مناطق في الجولان السوري. طبعا هذا الأمر لم يتضح بعد ما هي خلفيته، كيف سيتم تبنيه من قبل حزب الله وفي أي سياق سيكون، لكن لا شك علينا أن لا ننسى أن حزب الله على الأرجح أنه يعني أنا استهداف أبو طالب المسؤول العسكري الكبير في حزب الله، أكبر مسؤول عسكري في جنوب لبنان بالأمس أو قبل أمس بغارة استهدفته، هذه الضربة ما زالت موجعة بالنسبة لحزب الله بالأمس. ولكن هل هذا يعني دارين أن حزب الله اتخذ قرار التصعيد أو تدشين مرحلة جديدة في هذا الصراع؟ لا شك أننا أمام مرحلة جديدة فيها الكثير من التصعيد، لكنه ما زال حتى اللحظة تصعيدا متزامنا مع قدرة عالية لضبط النفس من قبل الجانبين وتجنب الدخول في حرب واسعة. ولكن اليوم إيمان دعينا نسأل بالفعل، إن كانت إسرائيل شمال إسرائيل تشمل أو تشهد على يومين متواليين أكثر من 100 صاروخ ومسيرات تدخل إلى شمال وعمق الشمال الإسرائيلي، تستهدف قواعد عسكرية وأماكن حساسة جدا ومصانع عسكرية، فكيف ستكون
عليه الحرب الكبرى إن لم تكن هذه حربا كبيرة. إن كان مسؤولو حزب الله بالرغم من كل الاحتياطات الاحترازية والتدابير المتشددة للحقول دون قدرة إسرائيل على ملاحقتهم، قادرة إسرائيل اليوم على ملاحقتهم والوصول إليهم في منازلهم. نتحدث عن أكبر مسؤول عسكري في لبنان بحسب السيرة الذاتية التي وزعت، فإنه يعني يخوض حروبا وله دور كبير في التكتيكات والحروب على مر يعني المحطات التي خاضها حزب الله كان في لبنان وحتى في البوسنة ومرورا بسوريا. كيف لإسرائيل بالفعل أن تنجح وتصل إلى مثل هذا المستوى من القياديين في إن لم تكن هذه الحرب هي حرب كبيرة؟ نحن أمام حرب كبيرة ولكن بصور مختلفة، ما عهدنا أن نراها على الأقل في الحروب التقليدية التي مرت على البلاد. لا شك أن الأمور منضبطة على الأقل حتى هذه اللحظة، لكن يعني الرد والرد على الرد تحمل المزيد من التصعيد. اليوم ليس هناك من منطقة آمنة في لبنان في حال رصدت إسرائيل تواجدا أو اشتبهت بأمر ما، يعني نتحدث تحديدا عن هذا الحرج. ماذا اشتبهت إسرائيل حتى قصفت بالصواريخ منطقة يفترض أنها يعني لديها معزولة إلى حد ما عن الأعمال الحربية؟ المرة الوحيدة التي استهدف منزل يتواجد فيه عناصر لحركة أمل، وقالت إسرائيل إنهم يشاركون في العمليات العسكرية. لذلك يعني الخطر كبير جدا، قد يكون نسبي، لا شك أنه نسبي، لكن المخاطر كبرى. لذلك علينا أن نرى حزب الله ماذا سيسعى لتكريس أي قاعدة اشتباك جديدة. يعني في المرة الأولى التي استهدفت صفد إيمان، لا أدري إن كنت تذكرين، بقيت العملية يتيمة، لم يتبنى أي أحد إطلاق الصواريخ باتجاه صفد، لأن صفد كانت تعتبر من الخطوط الحمراء. اليوم صفد تستهدف للمرة الثانية، ما عادت من الخطوط الحمراء. يقول حزب الله بأنه قادر على الوصول إلى عمق الشمال الإسرائيلي، لكن أين سيضع صفد؟ مقابل الاغتيالات؟ هو الذي يعني أكثر ما يؤلمه موضوع الاغتيالات. هل بالفعل سيضع صفد مقابل الاغتيالات أم أنه سوف يتوجه نحو عكا وحيفا؟ وتلك مناطق ما زالت بالنسبة للجانب الإسرائيلي خطوطا حمراء. أيضا هل سيتم تجاوزها في حال أقدمت أو مضت هذه الحرب قدما في المزيد من الأشهر والأسابيع المقبلة؟ هذا سؤال يطرح اليوم إيمان هنا. بالتأكيد، شكرا جزيلا لك إذن على هذه الصورة اللي نقلتها لنا دارين الحلوي، إذن مراسلتنا من مرج عيون جنوب لبنان. شكرا جزيلا.